السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع محسن عدس. الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن مشكلة احنا يمكن لسه من كام يوم برضو كنا شايفين بسببها، يعني هقول ايه، يعني مصيبة كبيرة وجريمة كبيرة وجرائم كبيرة، مش هقول جريمة واحدة حصلت، ألا وهي سن المراهقة. ما ينفعش ان يجي ابني يرفع صوته عليا كده واقول معلش اصل استحمله عشان فترة مراهقة وتعدي، لما تيجي بنتي تعمل لي حركات بايديها مش كويسه اقول معلش استحملها في فتره مراهقه وهتعدي. الولد لما يرد على ابوه كده من غير احترام ولا ادب واقول معلش ابوك ريعقل وفتره مراهقه وهتعدي. البنت لما تيجي تسيب امها ما تساعدهاش في مطبخ ولا تعمل معاها اي حاجه ولا ترتب بيت وتزعل قوي لو ابوها او اخوها او حد قال لها معلش البسي كويس، يجي بعض الناس يقول معلش لسه فترة مراهقتها، فترة مراهقة هتعدي. خدعة وكذبة كذبوها على الأمة الإسلامية حتى إن إحنا نتقبل انحراف ولادنا وبناتنا قدام عينينا كده تحت مسمى اسمه المراهقة. الحقيقة هي مش اسمها مراهقة، مفيش عندنا كمسلمين حاجة اسمها مراهقة. الاسم الحقيقي للفترة دي اللي بيمر بيها ابنك وابني وابني وبنتي وبنتك هي اسمها فترة الرشد وسن التكليف. المفروض ان احنا بنتعلم فيها اولادنا التربية الصحيحة والاخلاق الرشيدة الصحيحة اللي تخليهم يطلعوا على نشأة محترمة. السن ده بيبقى هو بداية النضج عند اولادنا اللي بيتنقلوا فيها من سن الطيش اللي هو سن الطفولة واللامبالاة لسن الشباب، والمفروض يكبروا ويعقلوا بقى. والدليل على كده أن الله عز وجل يحاسبهم بداية من هذا السن، لو بنقول عليه سن الرشد، أول ما يبدأ الإنسان يعي ويعقل اللي هو بيعمله إيه. فلما يكون سن الطيش ده هو سن المراهقة، فإزاي إن إحنا ربنا هيحملنا ما لا نطيق يعني بالعقل؟ لو هو فعلا سن مراهقة ربنا هيحاسبنا عليه ليه؟ وإن كان ده سن مراهقة وطيش فكيف يولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الأمثلة الجميلة برضو اللي بتبين لك إن في السن ده كان فعلا في رجال وناس شايله مسؤوليه، عندك سيدنا اسامه بن زيد كان يعني قائد جيش المسلمين وفي سن ال 18 قائد على كبار الصحابه منهم سيدنا ابي بكر وعمر رضي الله عنه. واذا كان سن طيش ومراهقه فكيف فتح محمد القاسم وهو عنده 17 سنه بلاد السند؟ وكيف فتح عبد الرحمن الداخل وهو في سن 21 سنه بلاد الاندلس؟ ومحمد الفاتح 22 سنة فاتح القسطنطينية. سيدنا سعد بن أبي وقاص عنده 17 سنة أول من رمى بسهم في الإسلام. والأرقم ابن أبي الأرقم وهو عنده 16 سنة سابع سبعة أسلموا وقيل بعد العشر، وكان بيته مقرا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه سيدنا طلحة بن عبيد الله وعنده 16 سنة كان من كرماء العرب في الإسلام ومن الثمانية الذين سبقوا للإسلام. أنت متخيل؟ الزبير بن العوام عنده 15 سنة حواري النبي صلى الله عليه وسلم وأول من سل سيفه في الإسلام. وسيد قبيلة تغلب أقوى قبيلة بين العرب قبل الإسلام عمرو بن كلثوم 15 سنة. أنت متخيلين يا جماعة 15 سنة؟ معاذ بن الجموح 13 سنة ومعوز بن عفراء 14 سنة، دول اللي قتلوا ابو جهل في غزوه بدر. انتوا متخيلين 13 14 سنه دول بيلعبوا في الشارع؟ يعني يا جماعه انتوا متخيلين بعقلكم كده العالم دي في الوقت ده كان كل همها ان هي تنتقم وتحارب وتنصر الاسلام؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ عندنا برضو كان سيدنا زيد بن ثابت 13 سنه كان حفظ لغه اليهود في 17 ليله بس، وكانوا يسمى بترجمان النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي. فهم خدعونا وخلونا نربي للأسف ذكور بلا رجال، الأمة الإسلامية الوحيدة التي كانت تربي أسود ترهب أعداء الله. فخدعونا وخلونا إن احنا نربي ذكور بس ما همش رجال للأسف، اللي كان في زمان رجال أسود ترهب أعداء الله. فاخترعونا دراسات وقوانين وعلماء من سراب عشان يملوا على المسلمين إيه اللي يضعفهم ويخلي الأمة دي هينة وتبقى سهلة وضعيفة. هما مش عايزين هما صلاح الدين ولا عايزين محمد الفاتح
ولا سعد ولا أسامة ولا خالد بن الوليد. للأسف الوقت بعض الرجال عندهم 60 وأكتر من عمره وما عملش أي حاجة تلبي أفعال الرجالة، بيقولوا هو بيمر بمرحلة مراهقة متأخرة. يعني فعلا حاجة تحزن، هما مش عايزين مسلمين مرفوعين الرأس، هما عايزين أمة ضعيفة هشة كل أساسها التيك توك والمخدرات والملهيات وللأسف الفيديوهات الخيالية اللي بتتعمل على التيك توك. فده مسموش سن مراهقة، ده اسمه سن التكليف واسمه سن الرشد. اللهم يا رب احفظ ولادنا يا رب، ولازم يا جماعة نخلي بالنا قوي من تربية أولادنا. مفيش حاجة اسمها سن مراهقة، في حاجة اسمها سن راجل، بداية إن أنت تكون راجل وتأسس راجل بجد، إن أنت سن إن أنت تأمن بنت وتبدأ تنشئ أم وتبدأ تنشئ فعلا مدرسة للإيمان وللعلم ولحفظ البيت. مش واحدة معلش لا أصل خلاها تلبس الوقت عشان تتجوز، بس لو بتتجوز يحلها ألف حلال، سيبها بشعرها الوقتي أو البسي حجابه من تحت بنطلون زي للأسف احنا بنشوف حاجة المحزقة. مش فاهم هو أي دين قال الكلام ده يا جماعة؟ مفيش حاجة اسمها سن مراهقة، في حاجة اسمها سن رشد. أول ما الواحد يبدأ يفهم يبدأ يعاقب على الشيء اللي بيعمله غلط، يبدأ يوجه للحاجة الصحيحة والطريق المستقيم، يبدأ يدرس إيه الصحاب، سواء بنتك أو ابنك هو معاه أصحابه مين، لازم نشوف أصحابهم ونعرف دول متصاحبين على مين. ما ينفعش نسيبهم كده وخلاص ونقول معلش سيبهم يعيشوا شبابهم، مفيش حاجة اسمها سيبهم يعيشوا شبابهم. فربنا يحفظ ولادنا جميعا. وزي كل فيديو، انت عملت ايه النهارده في يومك؟ ساعدت محتاج، ساعدت واحد فقير، حاول تتصدق قبل ما يخلص يومك، وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم باذن الله. بس وده كان فيديو النهارده، يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا يا جماعه بالشير واللايك. انا بشوف ناس كتير للاسف وكمان ناس مش مشتركه، يعني معظم الناس اللي بتتفرج كمان على الفيديوهات ناس مش مشتركه، فمعلش فضلا وليس امرا، ممكن لو تضغط على لايك واشتراك بس سبسكرايب. انا عامه الوقت عملت لينك، كان الاول الناس بتشتكي ان مثلا بيجي يخش لازم يطلب منه اسم المستخدم والباسورد، ما عادش الكلام ده، انت مجرد ما تدخل على اللينك فعليا هيحولك على اليوتيوب تلقائي، وهتقدر تعمل لايك وسبسكرايب. وبالفعل انت لو عندك اي حاجه عايز تكتب كومنت، عايز اي حاجه هتكتبها الوقت حاليا بسهوله، ما عادش زي الاول. فالموضوع ده انا حاولت اسهل عليكم شويه، فيعني عشان يعني تدعموني وعشان برضو انا اقدم لكم كل ما هو جديد ان شاء الله، وتشجعوني لو فعلا المحتوى عجبكم ان انتوا تسيبوا لي في الكومنتات تحت ايه اللي انتوا عايزين نتكلم فيه. ولو اي حد عنده سؤال في اي شيء انا موجود وتحت الامر. بس كده، واتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.